بالنسبه للانسان المسن خصو ياخذ واحد ثلاثه الوجبات في الليل فيما يخص رمضان. يعني الوجبه ديال الافطار وخصو ياخذ واحد ثلاثه السوايع من بعد ياخذ واحد الوجبه اللي هي وجبه ديال العشاء وياخذ الوجبه ديال السحور. اذا كاين ثلاثه الوجبات ضروريه بالنسبه للانسان المسن ضروريه كما قلنا، لان علاش؟ لان الاحتياج الغذائي ديالو يكثر من الناس الغير مسنين. وبالتالي اذا كنفكروا في المشكل ديال الاجتفاف ديال باش ما يكونش عند الانسان المسن، اذا كثره شرب الماء والسوائل. وما نساو كذلك يقدر الانسان المسن يكون عنده واحد المشكل ديال ليبوغليسيمي، يعني في النهار وما يسمى بنقص سكر في الدم. يقدر يوقع له هذا المشكل، وبالتالي ياخذ مجموعه من الاغذيه الغنيه بالسكريات البطيئه الامتصاص اللي كتصبر كتبقى في الجسم واحد المده ديال مجموعه من الساعات.